السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. اول ما دخلت على صلاح فتن علي هاك الفتن العودة. شوف لك صلاح، شو هذا؟ 10 و4 دقائق. زين تاخرت عليك؟ ما تاخرت، انت تبوك جاي اصلا. احلف احلف قول والله العظيم. والله والله صليت انت اليوم بالصدق؟ لا والله. صلي كم ركعه صليت؟ 4. زين ما شاء الله تبارك الرحمن. شو ما شاء الله، يوم اقول لكم الخنيزي لازم ينخف عنه، يتخلى بين 4 إلى 5 عدود فقط لا غير. شو ما شاء الله، 4 و5 عدود وينسقى ما بيذر. شو خليت؟ يا سلام. منو؟ يلا صبوح؟ لا تعالي. منو؟ محسن. ايه؟ محسن اليوم جاي في الطريق. وين؟ اليوم بيوصل. ايه ايه اليوم طيارة توصل الساعة 11 في الليل. لا بالليل. اتحاد. على العصر ولا عصر؟ في الليل بعد في الليل شيء العصر؟ في الليل اليوم في الليل. ايه شيء تبي اجيب لك من هناك؟ في الصعويس؟ شو التذكرة؟ لا هذا. بعد حبيبي الأسبوع الجاي إن شاء الله. هي Good morning girls. دواركم الحناية. Everybody زعلان. They said عليكم السلام. They said they need good song. New song. Happy song. Not sad song. شو به يا ركم. No try. Okay sit down and try to find a good new song. يلا صلاح يا بي محسن خلي بات عندي ولا بات عندكم؟ لا يجيني ابو ما خلي بات عندكم. زين الشباب فتح خلاص انت ما عندي مشكله. كل يوم بيتي الصبح انا يلسهني بنسولف والعصر بعد بنسولف. زين هو بي الحين زياره بنخليه زياره شهر شهرين ثلاثه عقبه يرد بلاده. لقطنا على الشغل شغلنا، لكن صراحه ابوي ما بنحصل له شغل. الناس كلها تعرف انه حرامي، حد يضم له حرامي، حد يحط لك عقرب في ثبانه ان شاء الله. كيف يعني؟ ما اعرف. يوم تعرف انه حرامي الناس يقولوا لي شو تباه؟ هو ما بقضيه حرامي، قضيه فقير زين يضحك وراعي سوالف واوي عليه. طبعي له قصص وعي شو اسوي به يعني؟ اعرف. دراني ولا من هم الف تقعد كان وياي الا ويا غيري. زين لكن احفظ مالك ولا تتهم يارك. وانا حذر صلاح ما بيرم، ما رام علي غيره، بيرم علي هو. انا يا ابوك روحي كان اطير واجه انا اطير مسلقاي. الله كريم مره ما يغلب. ها الله كريم. نحن ما قلنا غير الله كريم، نحن ندري ان الله كريم وان الله غفور رحيم وان الله. ادري بك صراحه اليوم ما بقاهرني صح. تبي تصير؟ وين تبي تصير؟ خلف العصر يعني حتى بتصير تتودي رطب بس. لازم الحينه؟ ايه الحينه؟ ايه هاي العصر بديه ثاني ما ودي تصير اذا كيف يعني؟ العصر بديه بس العصر عن بدريه؟ ايه بتينا جاي وعقب بس عن بدريه ولا بتصير عن بدريه؟ لا اول بديه اول. انزين ماشي المشكله. شو رايكم اليوم؟ ما اعرف خمير خبير. وهذا الخبزة شوف الله عليكم كم هو بتنفخ. ما تقول تبي تصير انت حيلة؟ ما قلت بتصير؟ بعد تب ما يخصني انا بكبرك انت تتراهش. يلا صب لي انا بعد هبل اصب حق عمرك. ارفع الغوري فوق شارات المغاربة. سيب مغربي فوق. صلاح ارفعه فوق صلاح ارفع الغوري فوق. ايه شارات المغاربة ما تعرف؟ يلا لا مزر زين ما مزر لا مالي انا هذا وكاس يبا مبزور شيخ انت ابو حتى في هذا بشيخة الشيخ بالعكس الشيخ ما يكودوا ولا يحطوا له شوي شوي. شكرا صلاح.
يلا عادي يلا طلع حار ضو. اصبر ما فيك صبر. القوم تروقك تعالي عدالي على هواك. الدواركم الحناية عندنا اليوم أغنية وقايلة تبين يغنن حق صلاح وبيسمعنكم يا حب. يلا 1 2 3 معيشة يا مولانا من يوني كماما هو ومعيشة يا مولانا من يوني كماما هو مش معوا وبينيزا مشوك ونعوك معيشة يا مولانا من يوني كماما هو كلاس. صلاح شو غنى الحين هالغنية؟ وانت وان مور بس اي كان يلا عاد وي كان هير يو يلا. اوكي بيفور اي سينج ابي ذس سونج سبيك اباوت ذا لايف اوف هيومن بينج از لايك ا فلاور وين ذا فلاور لاك ذا سامس او وات از بيكام دراي سو ايوا بعد هاو جاوب صلاح. اوكي يلا كونتينيو معيشة يا منادا معيشة يا منادا نايوني كماما maua upendeza mwisho wake munyauka maisha ya mwanadamu leo ni kama maua. Okay, شو رايك صلاح؟ وين البخشيش؟ بخشيش وين؟ وين بالضبط وين بسير؟ يقب على هي هو خلف زبالك بس حسيت حقهم خلف لو بعدك ثاني بتصير مرة ثانية. لا ما أنت ما عارف ولا. على كيفك بغيت تصير سب ما بغيت الله يحفظك. سب. وبصير بنياس. بس عند قوم فاطمة بس عند قوم بدرية. بدرية العصر. فاطمة العصر. إيه. بدرية الحينة. لا. الاثنين العصر. زين شو اللي تبغى سوي حبيبي؟ سيارتك وعندك ودري ولك عندك. القرطاس الحين القرطاس. القرطاس أسبوع الجاي حبيبي. وين؟ هي 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 لا حقي أنا وأنت. لا تسبوع الجاي يا مساكم خير ونور وسرور والله مليون مرحبا مليون مرحبا ولا يسدد بالغالين اللي اليوم ما رمست وياهم زين ما زين باللي مننهم اني بعد عليهم خروفه والبارحه هبني ما وحالي وحالي لكم ما كان مودي مود خروفه وان عديت الخروفه بتغدي ما كاني انا اللي اعدها فان شاء الله رحلنا الخروفه الى اليوم المساء اذا الله راد. يغمضك البنادم اللي تشوف عنده مال لا يحصى لا انس ولا جان وتشوف عنده خير وتشوف عنده عقار وتشوف عنده علم وخبر يا غير تشوفه ثيابه رثه تشوف وضعه تحراه ما يايد قوت يومه تشوفه ما يسوى شف طعام كحال لكن كجوهر عنده مال مني المومنات لكن شو الفايده وهو لبمس لا على عمره ولا على هله ولا على هالبيته ولا في حال نفسه تشوفه تحراه ما يايد من ربي هانتين يوم بتسأل عن وضعه وبتشوف وضعه بتعرف انه عنده 4 فلل برجين 4 شركات 1600 رخصة 1600 عامل مسرح 1600 سيارة اجار وهو شيفته كم عنده من الايرادات من وراء هالشيء كله وهو لا زكاة لا صدقة لكن دور عشرات العرب لان عشرات اللوادم ساعة وستن صنقل حبل شو بقولكم وضعه يصعب على الكافر لا ويزاحم الفغارة اللي ما يعيدون ولا يعلمون في هواياتهم يبيع حتى الصفط يبسه ويبيعه حتى الصفط شاريته ليه ما يغني ربه ترى معذور ما غنك انت هالعقارات كلها بيغنيك صفات السمكة فلذلك بتتم حياتك متقرقم دبة حياتك هالنمونة دبة حياتك بتازم متقرقم وبتازم من دعل شفت لد علي هالنمونة حيا كنت ذكر أو أنثى كنت ذكر أو أنثى
الله سبحانه وتعالى يحب يشوف فضله على عبده. الله سبحانه وتعالى يوم بيرخي عليك بيعطيك من فضله لازم تعطي الصاحب والصديق أول بادي أهل بيتك ورحمك والليلك وأقرب الناس إليك وخلاف تكرم ضيفك. هبت غدي مرتث جالس في طرف بيت كأنك لا تايد ولا تعلم، كأنك تدور من يرحمك، تزاحم الفقارة في بيع أي شيء عندك، لو حتى يريد ميبس بتبيعه لجل الشو، لجل أنك أنت تسوي لك شغلة. يا الله بسمعه لو من نقاط على وايد اللي يعرفون المثل هذا، الوصف هذا وايد اللي يعرفونه. يا الله بسمعه ولو من نقاط ما يستوي، لازم الله سبحانه وتعالى يريد يشوف فضله يريد يشوف فضله عليك انت. الله عطاك خير شيء يعرف شيء ما يعرف، البو تشنز في البنوك وبتعامل بشاتيرك وعمالك اللي عندك بالاردي، ما بترحم حد، وتغدي تصبح لين تمسي مشجي عمرك ومهلك عمرك تدور البيزة من كلب ما يستوي، نقط كلب عادة معقولة ما يستوي. خلي الشغلة هذه بوي للإنسان اللي ما عنده عقار، بتقول لا هذه هوايتي وتخالي في دودي، تخالي في دودك ماشي مشكلة، هب المكدة لا جسم. نحن وايدين يدقونا تيلهون رباعتنا وصدقانا ايام السمكان، يعني ايام الخير يقولوا انا ابوه هالسمكان هبط السوق، انا ابو غيركم عندهم الدنيا ودي ابوي، نحن ما نطالع على غيرنا، نحن ابوي بنعطيارنا والصاحب والاخو بنكرم الضيف هذا نحن اللي نسوي، ما نحن ما بنطالع على غيرنا. ابوي هاي ناس ميتين، هذا ابوي اللي عندهم الحين يتشنزونه، هذا ابوي حق الوراث باكر، الوراث باكر بتي من يشتل كراعه او كراعه هالي ميت على الدنيا، بتي طيور بلي مناجيب بيحتحتون حتى جفنك بيغلبك من يعطيك اياه، لانك ما اكرمتهم عيالك وما احشمتهم يومهم حيين، ولا الصاحب ولا الصديق ولا اليار، ان ياك خير ولا شياته هيداله في بطنك، يارك صاحب صديق بن عم اخت اخو ما بتروحه حتى ما بترحمه حتى بخوصه. فلذلك ايك البنادم عنده عقار الدنيا وعنده خير من الله، لكن تشوفه تحرى لا يايد ولا يعلم، ميت على الدنيا، وبتلقطه من كس وبتلقطه متقرفط وبتحراه يا غير ادعلي والعياذ بالله غادي. اي نعم غادي شرات لدعلي ويستعيب يوم يشوف اللوادم تشرج وتغرب وتصرف وتعطي وتهدي وتجسم، افا لو انا منكم هذا بدخله السوق بيجيب خير بيعود بخير. الخير ابوي الحمان با لا نحن ولا امثالنا، الخير ابوي ترياه من الله، الخير ترياه من دعوة انسان بيدعي لك بالخير بطولة العمر وبالصلاح لك وبالعافية لك والهلك ولك ويدفع الشر والبلاء. هايوم بتجسم بتعطي بتسد 600 بلاء و600 باب و600 رحمة بتيك من الله سبحانه وتعالى، لأنك تدفع باليمنى واليسرى ما تدري هبت هذه ببعض. وهذه بارك الله فيكم يسمونها وغادة، قادي الواحد شبده تحراها طبل مسيندو، شبده من تفخة يقير قرص خمير وارب شمنه، هذا قيح كله، قاد الواحد جبده تحرى طبل مكواره، طبل مسيندو، طبل العود مال الليوه، طبل هالصور العود بينون من الحسد والقيح اللي في جبودهم. فيازمون يسمون البنادم شرات الكلب، هذا مصمص عظام، والقرد ياكل موز، هذا ياكل موز ترى شرات القرد، واللي ياكل موز ترى قرد، واللي مصمص عظام تراه ابويه كلب، واللي مصمص عظام الهامور هاش يسمونه ظبي، هذا ما بظبي، واللي زاحم الفقارة على رزقهم وقوت يومهم ويبيع شرق وغرب ما يخلي يبيع حتى الهواء هاش يسمونه. يقول المتوصف من ياهل الغنى من بعد حايه،
يموت وفي كبده من الهم هايوس. ياه الغنى عرف شاف البيزة من عقب الفقر ونقاط صقر نقاط صقر من عقب الفقر ونقاط صقر يته البيزات الحينة ين ظهر من ديوان عقله. فهذا يازم يطالعهن بعينه. لا خير تم في مال يقل نفعه لو هو مثل الطعوس يهال. لا خير في مال يقل نفعه لو هو مثل الطعوس يهال. شو الفايدة؟ عندي خير ما يفيدني ولا يفيد صاحب والصديق. عندي خير ما يعلم به إلا اللي في البنك. عندي خير ما رهي على هلي شخانتي. لا بركتم فيه من خير يعلى زايل وانتو سالمين على عماركم. نعم الخير اللي ما بينفعني وانا حي شبا من عقب مماتي. والله يا ابوك يا باكر من تموت يا ريح الدهن العود ما يحطونها جدا خشمك. لا تازم بوهفك مثل وهفك اللي حينا في الدنيا ريحة الغناقين. ريحة غناقين السج تفوتخ بشرقك وغربك يانك باكر من تموت هالنمونة. بتازم محلط مثل ما انت محلط في حياتك بتازم محلط حتى انت في مماتك. ما حد حتى بيترحم عليك لانك انت في حياتك متبلي العرب تدعي عليهم وتتوحاهم وتسبهم. منو بيدري بك باكر؟ والله يا ابوك ما تلقط حد يتغفر عليك وما تلقط حد يترحم عليك ولا حتى حد بيحس بك. يا مي من ياه الغنى من بعد حايه يموت وفي كبده من الهم هايوس. الادمي اللي ياه الخير تو الحينه بيازم هالنمونه يطالعه بس يطالعه ويحسبه وكل يوم يصبح البنك كم عندي وكم زادي وكم قصر. الضيف ما له قدر، المحتاي ما له قدر، اللي بيعرس ما له قدر، الانسان الفقير ما له قدر، المحتاي ما له قدر، زكاة ما لها ما لها ما لها صيت ولا لها سمعه، الهدية لصدقها كل ما شيء منه. فيازم من دعل طول عمره مدوي. شفتوا الهمباه الممصوصة اللي ما صنها نقط زين. همباه ما يغادي هنمونه يغادي ويها مظلم غير المغضوب عليه ولا الضالين. لا إله إلا الله هذا كله من الوغاد. بعد أنا وين؟ أنا عند غرفة بضبي للتجارة بنزل بسير أسلم على النوخذة وبرد. لكن ما بهاين علي أسير وأنا بعد ما كملت موضوعي. بعد سمعت بعد سوالف يطرون إنه والله المشاهير اللي عندنا في الدولة اللي شاهر إنهم أنتوا أولنا يلبواد مسوي لهم كبرة بخت ومسوي لهم صدع وديان وقرقعة وعاطينهم فوق حجمهم. هل أنت أو أنتي اللي تكلمين هالكلام واعي باللي تقولينه؟ اللي رافع قدر اللي يرفع قدر الإنسان الله سبحانه وتعالى. كن فيكون. الله لحكمة، الله لحكمة وله بصرة في خلقه. الله اللي يرفع والله اللي ينزل ما باللوادم. الله سبحانه وتعالى بعزة قدرته هو اللي يرفع اللوادم وهو اللي ينزلهم. الله له بصرة مش شعب أو أوادم أو ناس أو مجموعة أوادم هي اللي ترفع المشاهير. لا 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 المشاهير هاللي تشوف ما استووا إلا الله اللي رايد لهم. الله رايد لهم الرفعة. أنت تستكثر إرادة الله على خلقه أو أنت تستكثرين إرادة الله على خلقه ما يستوي. كان مشهور ولا ما بمشهور، قصاب دريول شعالي داني بيسر ملقط، الله رايد له الرفعة. أنت حين تعتذر أنت أو أنت تعترض على إرادة الله سبحانه وتعالى أنت شو تكون؟ أنت شو تكون؟ أنت وين؟ أنت وين؟ رب العالمين رايد لهم الرفعة، أنت ما تروم تنزلهم ولا تروم تتكلم عنهم. هذا ردي على اللي يقول والله الناس الحين حد من العرب سووا لهم قرقعوا صدعوا ديان وهم لا شيء. من قال لك هم لا شيء؟ انت تعلم بهم هم لا شيء؟ انت او انت اللي لا شيء.
لأنك أنت لو كنت شيء بتعرف هالأوادم كان هم معروفين من الأساس ولا لا. الناس وما تدري بك، ما تدري بك أنت ولا ما تدري بك أنت، أنت وين عايش بالأساس اللي ما تطلع على العرب، ما تعرف معناهم ولا تعرف سيرتهم ولا وين ساروا ولا وين يو، لأنك أنت أصلا مهمش بالأساس أو أنت مهمشة بالأساس، ما تدرين بالعرب هاي حيين أبوي هالعرب اللي انت حين تطريهم واللي انت تطرينهم، هاي بيوتهم طلقة هالميالس هالمفاطيح هالبحيرة خير فوقهم تحتهم من خلجة الدية وفوقهم سمن وتحتهم سمن ومطرشين بربرة أبوي يزيدونهم سمن ما يزدادون أبوي، الناس بخير وشايفين خير وخضرة وعايشين في خير وفي دار خير ويتريون من الله خير مدام الدنيا باجي. الحمد لله نحن في دولة الإمارات ما نشكو من قاصر، أمورنا طيبة والأمن مستتب، لكن حين المشكلة شو قلال العقل هذا اللي يتحرون الناس بتموت ويبون يسووا لهم سمعة قصب زور فيهم حسد. اللي ما يغني ربه معثور يا عيال الحلال، اللي الله ما سوالك صيت وسمع هالدهر كله، اللي ما الله يبالكم دعوا الخلق للخالق، ان حد سافر سبوه، ان حد يلس علقوا عليه، ان حد كل شيء سبوه، شو هذا ظهرتوا من ديوان عقولكم انتو احير خلوا بنقول هذا ما يسوى شاف طعب. لكن انت يا ولد العرب او انت يا بنت العرب شلتش في العرب ومسبتهم وتلحجينهم الكلام القاصر، واللي يطري حرمة هذا بوية ما في حاسية أبدا مستغني عن عمره، انطريت حرمة وسبيت حرمة أبوي كأنك هادم مسيد، هذا بيقذف رمي المحصنات كأنك هادم مسيد، مسيد هذا مسيد بيت من بيوت الله انت هاد منه، يلي علقت على حرمة وسبتها ولا عذربت فيها ولا طعنت في شرفها كأنك هادم مسيد، وين لك مغفرة؟ والله لو بطوفها بسبع طوفات، لو بطوف 170 طوفة ما لك غفران من الله، ما بطوف على الكعبة 700 ودي طوف، والله رب العالمين ما بيغفر لك، أعطيك قرنتي أعطيك خبر وكات تغذف المحصنات صبح ومساء وتروح عمرة وترد وتطوف وترد وتعتمر وتسب، وين الله بيتقبل منك؟ رب العالمين يتقبل التوبة النصوحة خلاص توبة ما عادت أعيدها الرمسة، الله بيقبل منك. كذلك اللي بيطري شار طريت حرمة لو ريال عدل ولا مايل، رب العالمين أبوي هو اللي يحاسب، رب العالمين غفار الذنوب، رب كانها سوت فعلت تركت في حياته ورب العالمين تابت وتاب عليها خلاص. المعاير وين ساير؟ دب الحياة المعاير، دب الحياة ما يستوي المعاير خلاص. كنت يوم انا بنت الاول سوت فقيره ولا تركت ولا سارت ولا منو ما سار منو ما يا منو ما سار في شرق وغرب، رب العالمين يستر. الحين انتو تكشفون حياهم من عقب ما يابوا عيال وعيالهم يابوا عيال عيال عيالهم يابوا عيال، تطرونهم في قصيصكم وفي سوشيال ميديا وشرق وغرب او تلمحون عنهم او جي شو هذا لينال ما لمعنا حرام هذا انتم ما تخافون من الله، عندكم عيال عندكم بنات عندكم ما تريون رزق من الله ونصيب، المشكلة من حد يتخبرهم او سمعوا طاري ان الناس بيصيرون عند العرب يتخبرون عن العرب هاي محليل هيقولون عندهم بنات زينات ومستر، هي مستر لكنهم قويات قويات ينقزم في كل محفل، قويات وسفور وقويات يحطن رموش او قويات الحين انت او انت يوم كستي على هالبنيات اللي الله ساير الله مسخرين حد يخطبهن وساير استشاروكم، بقول كلمه عدله والعويه بيودها في لساني، ما بعذرب ببنات العرب ولا بقول هذه زينه وهاي طويله وهذه متينه وهذه قصيره وهاي فيها وما يخطيها، شو هذا ما عندكم عيال ما تروعون على بناتكم عيالكم بدنكم ما فيكم خوفة من الله، رمي المحصنات في بيوت تنهيل هذا اللي ما يعرف لازم اني يعرف لازم او تخبرهم عن اصل الفلانيين، ابوي فيهم عرج ها فيهم عرج يدتهم ما اخذنها فلان وخال يدهم ما اخذنها فلان، ها
ما حد يناسبهم. اها تحملوا هاي البويه الاول بيادير، هذا خاله صفار ايش تبونه حبي يوزه، هذا خاله صفار، هذا انت وينك عن الله؟ وينك عن الله حين تعلف عائلك هذه كلها؟ كم بيت سكرت وكم بيت وكم اسره تحطمت وكم شو هذا؟ او لا والله يدته سارت البلاد الفلانيه هاك سنين، ايه يقولك سوت الدنك، ادنق الله راسك من وين جيت وتنتيت، ما تشوف الله خاص انك خزيه؟ ابوي على اساس اني بنزل هذه الساعه بنزل عند قمه لا يا اللي صار مس العالم ظهرت وسارت ويا وانا هيله بيس رمسه. يلا برايكم ما هان علي، ما هان علي انزل قبل ما اكمل هالكلمتين تقرقعن في خاطري. يقولوا لي والله بلاك يا ابو محمد ما ترد على اللي يعلقون عليك في الانستغرام ولا وكله سافهنهم، ليش ما ترد عليهم تجاوبهم؟ انت ما ينطح في لسانك؟ اي ما ينطح في لساني، ساعات ترى السكوت عن السفي خير من رد عليه. وانا ابوي في قمه ابوي برج خليفه، انزل على تعد بناياتهم دورين، في الدور الثاني ابوي في الدور الثاني لي يرمسون، انا ما اسمعهم قرقرقرقرقر يسمعونهم لي وياهم لي في مستواهم، ولا انا فوق برج خليفه فوق هالقمه، شفتوا وين ركب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد هاك اليوم الله يحفظه، انا هناك فوق انزل حق اللي في الدور الاول والثاني؟ لا والله ما بنزل، هاي نابحهم ما اسمعن بيهم انا، والله ولا افتكرت ولا تحركت حتى الشعره، شعره الكبير وما تحرك. والتضمين احبتنا واهلنا الكرام باننا نحن والوالد ابو مانع بخير، الوالد تعرض الى حادث سقوط في الهند وامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنقله بطائرة خاصة وجريت له عملية جراحية ناجحة ولله الحمد البارحة وهو يتماثل إلى الشفاء الآن. أما عبد ربه أنا فقد تعرضت لوحكة صحية في الأذن الوسطى واضطررت أن أنتقل إلى المستشفى منذ يومين، والأمور الحمد لله طيبة، يمكن أحتاج يومين إضافيين، واطمنوا علينا ونطمنكم إن شاء الله، ولربما صحة الأبدان في السقم. عبد الله غرير البيسي، شكرا جزيلا على حسن الاستضافة، وبارك الله فيك ويعلى الله يحفظك ويطول بعمرك، مشكور على القهوة ومشكور يا ومشكور ويا اليبهوني، مشكور يا اليبهون، مشكور يا ابو مطر، مشكور لا خليت منك، شكرا ابو محمد، شكرا على حسن الاستضافة وبارك الله فيكم، ومشكورين وما قصرتم بس علي. كالعادة ابوي هذر باب في التليفونات واشغلني عنكم وان شاء الله، لكن على فكرة اليوم وايد رمسنا، يعني اليوم ما قصرت في الرمسة، يوم اللي رمسه ما قصرت، لا خلينا كلمة من حاروت ولا من ماروت ما يبناها، ما خلينا موضوع يعد ويذكر ما رمسنا عنه، بس أنا أبوه بعد الرم البنادم بعد له وعلي هبل اللي يلسه قرقر وقرقر وقرقر وساعتين ثلاث بس عليكم، إن شاء الله اليوم بنعد خروفة وبنرمس العصر وبس والدنيا مطرجة. السلام عليكم. يلا انا المطابخ لا بد ولا عذر. ها قبل ليوة وين سمكتي؟ ايوه يلا حين افتح شوي بطالع بسرعه عاده. ايوه ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ابوي يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا الزبيدية، يا سلام يا سلام يا سلام يا الله. زين زين شكرا حفيظ، شكرا مستر هريس، شكرا بطة، شكرا دواركا، ثانك يو الحناية، بارك الله فيك. تعال تعال شو شرب اليوم؟ ها؟ شو؟ كوليفلاور. ثانك يو. اليوم بالذات جايات لك اوردر، هب اوردر مسج كيكه عزه وكيكه ابوي كيكه عزه انا ما اعرف رقمهم، يوم يطرشون كيك تراني اصور، كل من طرشه واصور
ما يتم عندي موجود ولا موجود أظني شيء هني بنطالع عند الله يمكن موجود هذا رقمهم النقاط تبقى أحطها هي بحطها على العام هذا غذاء يبارك الله فيكم هاي الزبيدية اللي ها شوفوا شوف الله عليكم هاي زبيديتي وكل شيء فيها ينكل ما شيء ما ينكل فيها هذا مشط الظهر مشط الظهر عاد مال الزبيدية لازم هذا ها هذا ها هذا لازم تعرفون له طريقة هذا روحه له طريقة ما هي غير بحلم طلش مسجات هذا هتحيدون ها هذا روحه ألذ بلح فيه البلح اللي يجيب العافية هذا شيء لا صار ولا استوى يا ويلكم موجود أبو هيكبرات أبو ظبي مكود لبياح هب لبياح ها شوف الحبل هذا بارك الله فيكم حبل الزبيدي يا سلام يا سلام ايوه ايوه اي يا الله شوفوا شوفوا بلحه ها مترضف مترضف ها شوفوا بلحه بلحه حبله شوفوا الحبل ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي شوفوا الحبل هذا حبل ابوي الزبيدي حتى ما برمس ولا بتكلم لين اخلص يا رب البيت والحرام يا ويلكم ابوي ورخص التراب لا والله ما برخيص الكيلو بمئة درهم الكيلو بتسعين درهم موجود هالشبرة نسيت والله شو اسم الرجال اللي يبيعه يقول يبون من الكويت دتش واحدة اول ما تدخل من الباب الخلفي عليك اليمين رجال طويل عريض تيه نسيت والله شو اسمه حتى ما اخذ عني بيزات والله ما كان عندي بيزات ولا عندي مال كرت وبلح الزبيدي دواء ترى البارحية ما كانت زبيدي على فكرة البارحية هيك حلوايوه حلوايوه مال صور يعني هذا لا هاي الزبيدي الأصلي الزبيدي مال زبيدي هالكويت الناس يحب الناس هو يفضل مطبق مطبق مرقة مقلة حاف لكن أنا أحب السمك المشواي فللناس فيما يعشقون مذاهبه يلا بارك الله فيكم واللي تخبرون عن عنوان الشركة هالي جاي بالدري والله ما أعرفه هنا محمد بن عبد الله كنا في البحر يوم سمعني أتشكى من الدري إنه ثجيل ويبالي أربعة أنفار يزحزحونه من مكان لمكان نش روحه والله فتح التليفونه بالتليفون بعد ما في الكمبيوتر وما أدري شو دق وقال لي خالد رقم بيتكم ما أدري إيش قايل كم لا 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 وعطيته جابوا لين البيت دوت كوم بيكون أكيد إن دوت كوم هاي اللي يبون الأغراض تدق لهم وهي تشوف شو اللي عندهم وتطلب ويبون لك لين مكانك على الهواء والسلام بارك الله فيكم المقاصير يا رح يا جاي هني هير أيام هير أنا الدير أيوة والسلام المقاصير بارك الله فيك هاي للوليد تانيات واحد الله اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة Before how many one I have? Okay. These take these, put them my cupboard. To put it to hanger my cupboard there. Oh, I want to sew. Huh? I have to dry. Yes, تعالي يا عاد. Here. ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء ترى أصفر لكن هاي درجات الأصفر. شيء أرفع وشيء شيء يخف وشيء يغمج وشيء يغمج وأنت سائر ها. شو الأورنج هذا شيء بعد شراته لكن الأورنج هذا شوية أفتح عن الأورنج الأولي شفتوها مخابيهن المهن خبرهن لا ردي
كل واحد في مخابة اثنين، هذا واحد وهذا المخ الثاني. هذا واحد لازم تجي فتة قبل يبغى بعد وين يقوم. هذا واحد وهذا واحد. يلا تكذب يلا. وهذا بارك الله فيهم شيء توا جاي لنا هدية، قال لنا عاد لا تطرونه لا تطرونه وين جاي كبره. هذا أبوي حق المعاريس، قال لنا أبوي لا تطرونه وين جاي. هذا مشكورين هل بالهدية الفنانة والمعاريس يستاهلون. بعد هذه هدية بعد ما غير مشكورين هل بالهدية بعد. هاي ترى روح المكان وهاي روح المكان. شكرا جزيلا. أحيي لها هذه بعد ما غير. شكرا جزيلا. شو بعد هذا؟ بعد طايحة؟ لا دوا دوا دوا. أشوف. دوا ببي. أمس عا دوا دوا. أشوف. دوا. متى طحت بعد؟ دوا دوا ب. متى طحت يا صلاح؟ ولا. شوف هيا باكر تبى تعرس عيال. اللي بيعرس كل يوم يطيح. دوا بعد دوا. بعد تشرب؟ هذا من صلخ راسك وحاطين لك دواء. ايوه دواء يعني طايح شويه. وين غبا اسال؟ وليش انت ما تقول؟ ليش اسالك اسد دواء؟ انت وين طحت؟ بيت. وين اي مكان؟ خديه. وين عاده؟ مو بزعه. ما بزعه. وين طحت؟ خديه. خديه بس قلنا يا ربي يا صلاح. اخ عليك اخ عليك يا صلاح. تعال يا عداد. مو بزعه. قبل ما ازعل كل يوم تتكود ما تبى تصير بانكوك. ابو ماله الطياره ممنوع. طيران الاتحاد المزلق ما لاحن. تعرف ايش يسوون؟ امس مزلقين طيران الاتحاد صلاح خدمه. اسمع 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 نزل خدمه اللي في يرح اللي ما يروم يطرشون الدكتور. خليهم يجون يجيبون لك الدكتور الحين. دقيقه خذوها دقيقه. دقيقه بيروح؟ اي والله والله بيختفي لوقت الطيران. سمعي طيران الاتحاد ترى يقول لكم صلاح انه بيغادي بخير لين هاك اليوم وقت الطياره بيغادي بخير ولا تحاتوا. شو بلا صلاح؟ قول الصدق. طيح طيح. كيف طيح؟ داخل غرفه ما خدمه. ايه روح هناك. انا قلت لا يجلس انا يجي. انا اروح غرفه بدل دون اذا يجي وقتها. كيف طاح؟ هذا في ملعب رجل. ايوه شو وددك حجر الخدامات انت؟ ما تتوب. ما يخبر صلاح انت خلنا الودي غرفه انا بركب. ليش انت روح داخل بتاخذ؟ وما يخبر. شو يخبر؟ شو ما يخبر؟ إلس إلس إلس. شويه طح. طحت شويه؟ شويه ولا وايد صراحه؟ تراها طيحه طيحه. وتكوت وانسلخ راسك. الحين طيران الاتحاد نحن مشكله. دقيقه يخلص. دقيقه بيخوز. سمعوا طيران الاتحاد يقول لكم ترى دقيقه بيخوز بيختفي. صح. شو حبيبي يوم هي خالتك كان انسي اروح اجي بتصير بترد. زين لا تبطي عاده. ما خلي يجيب سياره دقلتين ويجيب سياره شرات الاول عند باب الخيمه ويقودك تصير وياه. اقول لكم في شيء اعتقد مس فهم غلط. المسج اللي هب المسج الرقم اللي انا احطه مع التواصل الاجتماعي. انا ما ترى اي حد يطرش لي نكت ولا صباح الخير مساء الخير. هذا الرقم محطوط للي عنده فيديو انتاج روحه هو مسوينه هو مصور هذا الفيديو ويطرش لي انا ويازلي بحطه. ما يازل عذر والسموحة لكن ما أتري أحد يطرش فيديوهات مال صباح الخير مساء الخير وقال وقلنا وطح الزمان. أنا أبوي ما أتري هذا ولا يطرشون نكت ولا يطرشون أفلام. هذا كله أنا ما أريده
ولا يهمني، يهمني الشيء المنتج، حد عنده شيء بنيات عياله في بيت زراعه، شيء زين، شيء نقدر نشارك بحد من غير ما يحط اسمه ولا يحط عنوانه، من غير بعد لا يحط اسمه ولا يحط عنوانه، لان هاي عباره انشروا رقميه وانشروا اسمي وانا حق شو اي اسم تعني مصرف، اللي بيطرش شيء على هات في الرقم يطرش. انما ما اصبح الف فيديو يجي 2013 انا ابو كم بيلسه طالع، كم بيلسه طالع، هذا كله يبالي وقت. شو هذا باع ماكل بعير انت، ما يستوي يا ابوي. قلنا لكم الرقم هذا للمشاركات، شيء خفيف، شيء فنان، عن بحر، عن بر، عن طير، عن بنادم، عن شيء، لكن المهم ابتكاركم روحكم، ما بابتكار حد ونطرشين اهلينا، لان اللي عند الحد موجود عند الناس كلها. صلاح ما شيء زود حرة، شو ما شاء الله الياسمين اتوه فتح على العسر، خوشي خوخ خوخ ايشي بعدك سوء خوخ ايه؟ يا المنكر شي لا. خوخ هلا ايه؟ همبل وخوخ همبا همبل وخوخ هذي همبا همبا موجود لا هذا ها الثاني هلا هنا هنا همبة تبه؟ لا هني موجودة لا موجود واحد بس يلا حين زقر لي دواركة زقر دواركة مزر هنا وشل هنا وياك هذا يجا دوا شو اسمك؟ ايه شلو هذا انت حينه؟ انا بي جدر على هذا 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 ها ايه هذا جدر هني كله؟ ايه ايه كامل زين هذا ابوي شل بكبره فريجكم وشل من هاك الصحون الكبار عاد ودر هذا صغيرون يخلي ولي هذا صغير لا بس كبير اي هذا كبير جسمه حق ثلاث اربع بيت زين خلي متروس متروس ها بتحط شوي شوي يا ويلك ها آه. تعال يا دي شوف ايش عندك شو يريد لا ما بس انا اسد اسد ايوه هذا ها عنايه ياك خلي شله وياك ما رويناكم الزيتون شوف ما شاء الله الزيتون وريح تتشد خشال المكان فوق راسه شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن انت خذ اللي تباه والباقي جسمه هناك زين شوف ما شاء الله رطب هذا هذا ما ادري بشو هذا ما كذب شوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما اعرف والله شو اسمه هذا اسمه انا ما اعرف شوف الحجم تبارك الرحمن خير الخالقين ما شاء الله ما شاء الله هذا حقك انت تباروحك بيت الله ها ها شوف هاي مكبرها ما شاء الله حطها الكبار حطوا حقكم انتم سعدت على هواك ها يلا تتصرف روحك شو بلاك منو منو هذا 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 منو؟ هلا 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 منو أسد؟ هلا هلا رطب هي بلا هي خلاص هي هي مرياحي يا حبيبي مرياحي أنت ولا أسد؟ صلاح ها شو يقول؟ داخل سيارة ورنا لا 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 هو ما يطري هذا لا 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 ايه ايه بلاتك انت هذا ينقص شي صلاح شي يسوي بر بر اخ عليك اخي صلاح مذهبهم وسيع هناك ما عندهم باس كلنا قلنا ها ها كلنا قلنا ها ها يا صلاح صلاح ها شي هني كم هني بي داسن هنا انا هذا شي هني بيات انا داسن هنا هني ها 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 وين تبى شو تبى خذ لي تبى بعد بس ها خذ لك كم وحده حبيبي ها تعال تعال اسد خلي تحت خلي تحت ها كلهم ودي حق صلاح كل يوم عطوه شيء منهن وين ما بدري كل يوم ما بدري تبى همبه كل يوم قول وين همبه وين همبه
ما علي بنعطيها يوم الاربعاء. نحن داسين شيء هم بهناك بيكون ذاهب يوم الاربعاء بنعطيها منه. زين هاك كبار روح انقطع عنا يبال بعد يومين ثلاثة ايام. سمع شيء يقول لك سرسال وتعال. هذا شل حطه شله وياكم. هاي ضروري لا تعطي منها اي حد. هاي حق صلاح روحه. زين ها. يلا في العافيه حبيبي ريحه تخنينه. باكره انت رياك ما شريتيني. صباح هذا محسن. محسن اليوم بيجي بالليل. اليوم في الليل باكر اصبح القطع عندي موجود. هي موجود مشكله ما بمشكله. صورة مال هو انت شوف. ايوه هذا محسن. الساعة 12 روح المطار تجيب. بتروح انت ولا تروح انت؟ اي ولا انت؟ انت يجيب محسن؟ عادي تعرف ايش تسوون؟ روح ثلاثة نفر. زين؟ اي نفر احسن يجيب. هذا يمسك هذا كذا. زين؟ ثلاثة سيارة لا روح سيارة بيك اب ها؟ ما روح سيارة صالون. اوكي. ما يشغل مكيف. اوكي زين يا ويلك شغل مكيف ما ينسى. يلا يلا بين فتره والثانيه مفروض كل انسان يتمرن او يروح مكان معين. تحيدون الاول قلت لكم حتى في الهايد بارك يوم اخذ لفه شبه يوميا او يوميه اللفه اليوميه بين فتره والثانيه ادخل من مدخل ثاني او اسلك سكه ثانيه او ادخل من مكان معين او من بوابه معينه واظهر من بوابه معينه. فلذلك يغير عليك المود. فالجيم نفس الشيء. الجيم بين فترة والثانية لازم انك انت تظهر من الجيم اللي انت ضاري عليه حسب ما تمل الجيم. فتروح جيم اخر لمدة يوم يومين اسبوع ثلاثة اسابيع او مرة في الشهر تشوف ناس وتشوف معدات غريبة تشوف خلق غير تشوف مكان غير موقع مختلف عن الموقع اللي انت فيه. فلذلك شيء وايد ضروري انك انت تغير موقعك اللي انت فيه الحالي فيعطيك دافع يعطيك حافز انك تشوف معدات جديدة تشوف ناس جداد تشوف كباتن مدربين طرق تدريب جديد شيء غير عن المألوف غير عن اللي انت ضاري عليه غير عن اللي انت شو ضاري عليه. فوايد ضروري مثل ما انت تسافر كل بلاد وحده لا بين فتره والثانيه تصير بلاد غير تغير تشوف يعني ضروري انك تكسر الروتين. مثلا كل اسبوع انت تبتدي في تمرينك صدر وظهر بعدين باي وتراي وبعدين لازم بعدها باسبوعين ثلاثه او شهر تكسر الروتين تبتدي العكس عكس تمرينك تخلف روحك يعني. هذا بس بغيت أخبركم أني أنا ليش اليوم غير الجيم. شكرا جزيلا. يا لستر يا محسن الظاهر أنه ما ساروا بيك اب هني موجود؟ موجود بيك اب؟ يا الله ساروا أبويها بالسيارة صغيرونة يا ربي يا فرحة ما تمت. وباكر وباكر بنبونه الأمس تحيدون يومي بزبيدي هنتين وحدة تغديت أمس اليوم ووحدة على أساس أني الباحة بتعشاه وقلت لهم لا لك أنا رب العالمين عاضني بخير ما شيء كثرة. هذا أبوي باكر غداي ارفع فوق. أيوة هذا باكر غداي هذا اللي تشوفونه هذا الوحش. هذا باكر غداي باكر راس قبابه من الكبار هبه قبابه سمكه التونه. هذا الراس بس هذا الراس هو هي 2 كيلو. ايوه يلا حط. هذا باكر مشواي. اوكي مشاهد تحملت حرجه ويا ويلك العيون يبسن يا رب البيت بالحرم اللي ما تطعم عين سمكه التونه لا ياكل عين في الدنيا العوده. يلا ثانك يو. ايوه كوز كرنكوز في البحر مركوز. يلا
محسن باشا العمر ده باشا العمر ده انت اللي باشا يا راجل ازيك الحمد لله عامل ايه القمر ده قمر مين يا عم يا راجل بالست شفت الجو حلو تحفه الجو عندك ساعه كنت عايز ارجع تاني قلت لا مش واخد على الجو ده الجو اللي فات ابويا انا شغلت ويا محسن هذا ربان من يوم يا لين الحين محسن نعم الطياره كانت فاضيه ولا مليانه لا مليانه يا راجل منين جايين بالقاهرة؟ لا في ناس كتير يعني جنسية من وين؟ لا مش عارف انا متقاعد يعني حالي متكلمش حد يا راجل انت عارف مقدم طول عمرك عجبتك الطيارة؟ اه عجبتني طبعا والمطار كل حاجة عجبتني شفت نظافة المطار؟ اه طبعا والناس ده كان داخلين فندق والمطار القاهرة حد عصلك معاك ولا حاجة؟ لا كويسين عندي الحمد لله حد سألك رايح فين جاي منين؟ قالوا لي رايح فين؟ قلت لهم رايح أبو ظبي. تعمل إيه في أبو ظبي؟ قلت لهم رايح سياحة. ولا رايح تشتغل؟ قلت لهم لا رايح على سياحة. قلت لهم جاي لكم. كلمت علي؟ كلمته أنا. آه قال لك إيه؟ بيكلمني تحت الدرس. قال لك إيه؟ كويس. آه. قلت تكلمني ليه كده؟ أنا قلت لك حاجة. بس سلمت عليه. فكرك هيكون زعلان إنك جيت؟ انا اللي جيت هو انا مالهم مال هو عايز اعمل لنا ليه يا راجل منقوط ولا مش منقوط هو اه والله اعلم بقى انت عايز توقفنا وخلاص في اي حاجه تصبحون على الف خير محسن نعم قول للناس تصبحوا على خير تصبحوا على خير يا رب و الف ايه الف ايه الف ايه لا ألف إيه طيب يا رب يا صدري يا رب يا رب بتقول بعم ودر الدواخة الحمد لله خلاص بعد ثلاث أيام بس إن شاء الله وهذا صدر بنقول لي قرقع وقرقع أنا ثلاث أيام دول أحلف والله شهدوا عاد علي صادق أنت ما علي ما أنت مش عارف شوفني لا شوف حاجة ما أنا قاعد عندك انزين يلا